عايزين الاعلام يقف جنبنا، عايزين نوجه كلمه للناس اللي في الشارع، عايزين الاجتماعات ترجع زي زمان. انا فاكر زمان كان لما حد يقف على نص يشرب سيجاره وجاره معدي وهو مثلا شاب صغير بيتكسف بيداريها، جاره بيوجهه والاب نفسه بيقبل ان الجار يوجه ولاده. احنا بعيد عن الكلام ده النهارده، وده سبب المشكله اللي عندنا. عندك حق، انا بشكرك جدا. الله يخليك، ورده، ربنا يخليك، اتمنى لك كل سعاده ان ربنا شاء الله يخليك، وتوفيق باذن الله. ربنا شكرا. يخليك. قدمت لكم تقارير متكامل عن اعترافات مدمنين اضطرتهم الظروف او احيانا حب التجربه ان هم يخوضوا في اتجاه الادمان، اللي ادمن كوكايين واللي ادمن هيروين واللي ادمن حشيش وبانجو. تنوعت المواد المخدره لكنها في الاخر الضحيه هو انسان. إنسان بعضهم فقد وظيفته، بعضهم فقد أسرته، بعضهم فقد مستقبله وحياته. كلهم دفعوا ثمن الإدمان، ثمن غالي جدا جدا. وفي ناس أخرى بيخشوا السجن نتيجة الإدمان. وفي ناس بيموتوا من جرعة التروين. وفي ناس بيخشوا مصحات والحمد لله بيتعالجوا ويتعافوا. أنا حبيت أن أقول لكم هذا التقرير علشان خاطر يبقى ده ناقوس خطر حقيقي، ناقوس خطر لكل اب وكل ام ان هو يبدا يحترس، ناقوس خطر لكل شاب ان هو يفكر مليون مره قبل ما يجرب ان هو يشرب اي حاجه ممكن تتحول بعد كده الى ادمان بالنسبه له. بالاضافه كده باكد على فكره ان عدم وجود المخدر في مصر هو اكبر رادع لعدم وجود مدمنين. المدمن اذا ما لقاش المخدر مش هيدمن. انا حبيت ان اقول لكم هذا التقرير، وارجو ان تتعاون معنا جهات مختلفه في الدوله عشان فعلا نوجد حل لازمه الادمان في مصر. وبشكركم جدا جدا.